رد الفعل يقدر يبقى حارس مرمى هانبول من اللي انت شفتهم على مدار تاريخ الكوره او في الوقت الحالي؟ لو قديما كان ممكن يكون نادر سيد، انه كان نادر عنده سرعه تلبيه غير طبيعيه. والله لو من الاجيال الموجوده ابو جبل. اوكي، ابو جبل الحضري ما كانش ينفع ابدا. لا الحضري ليه ميزه مختلفه، عنده مميزات تانية. لان الهاندبول عايزه واحد سريع، انما لما لو اشتغل فيها مع الشغل، لان عصام الحضري عنده ميزه كابتن محمد وانت عارف، عنده الاراده والتحدي والاصرار والعزيمه. يعني انا مش عايز اقول لك القصه بتاعته، هي قصه كفاح. ان واحد يبقى 48 سنه يلعب كاس عالم، وان جهاز فني يعلن ان انا مش واخد عصام، ويقعد سنه ونص انا وهو بنحارب عشان تيجي فرصه ان يتاخد منتخب. عصام الحضري كان بيتمرن 3 مرات في اليوم. انا فاكر الفتره دي. خس 8 كيلو. ولعلمك كان منصف جاي وادي دجلة بعد ما عصام الحضري راح التعاون عشان يعمل نفس، لانه جواه نفس الحاجات، عنده الخبرات وعنده الاراده ان هو عايز ايه اللي بيفرق ما بين حارس مرمى والتاني يا كابتن في امكانيات؟ يعني انت بتقول لي مثلا نادر ممكن يبقى هامبول عشان عنده سرعه رد فعل، وبالتالي انت ازاي بتكمله في الاجزاء التانية؟ يعني فكره ان انا بتتكلم مثلا، اكيد احنا مش كاملين يعني في اي مجال احنا مش كاملين، لكن بتوصله للطب ازاي او بيوصل للطب ازاي في جزئيه حراسه المرمى؟ ان انا مثلا ما عنديش سرعه رد فعل، اوصلها ازاي؟ هل دي بتتنمى؟ الامور دي بتبقى موجوده انها تتنمى يا كابتن؟ بص يا كابتن محمد، اما تلاقي مدرب وانت مغمض ايا كان اسمه بيشتغل مع الثلاث حراس او الاربعه بتوعه بنفس السيستم، بنفس التساوي في كل حاجه في طريقه الشغل، اعرف ان هو للاسف بعيد عن الفورمه، لان المفروض هو عنده 4 فروق، في فروق فرديه. كل حاله من حراس المرمى اللي عنده لها ايجابيات ولها نقط ضعف. ازاي اشتغل على الايجابيات ان انا ازودها، وازاي اشتغل على نقط الضعف يا كابتن محمد ان انا اوصلها لدرجه من الامتياز اللي هي تساعده في مقابله المواقف اللي بيجيله في المباراه. اوكي. عصام الحضري كان اول ما بدانا المشوار في وادي دجله، لو تلاحظ نزلناه 8 كيلو. اكيد انت فاكر تمام، انت لسه قايلها. 8 كيلو دول فرقوا كتير في سرعته، في سرعه رد الفعل اللي انا بقول لك. تمام عنه. تمام. الادوات اللي انت بتشتغل بيها معاه، كرة التنس، لأن كرة التنس عبال ما يشوفها عصام، أنا لغاية دلوقتي يا كابتن مسميه أسطورة مصر والعالم، لأن حقيقي في حراس في مصر. أقول لك حاجة كابتن، قول لي حاجة. ودي حاجة أنا مثلا، دي حاجة ليا أنا، تم يعني حد كلمني وقال لي اختار لي أفضل 5 لاعبين على مستوى مصر في الكرة المصرية في تاريخ مصر، 5 لاعبين قولهم. أنا خدت الحاضر، مش عشان الحضري احسن حارس مرمى، لا هو عمل تاريخ رحله الكفاح عملها بست بطولات افريقيا. صحيح. واخد احسن حارس مرمى في 5. صحيح. انه يوصل كاس العالم في السن ده، لا طبعا. طب قول لي يا كابتن، الحضري بتاريخه الطويل ده ممكن يبقى مدرب حراس مرمى كويس؟ ليه؟ لاني انا كمان طريقتي وانا بدرب سواء للحضري وغير الحضري حتى الصغير، بقول له كل تمرين من ده ليه؟ عشان ان شاء الله ما تبقى مدرب، لدرجه يبقى مثلا عندي خالد، فخالد ده عنده 22 سنه. يا كابتن انا هدرب دلوقتي، اقول له يا ابني انا بدي لك اوكي سيستم عشان في يوم من الايام ما تدرب يبقى انت السيستم. طب وكل حراس المرمى اللي عندك كابتن ممكن يبقوا مدربين حراس؟ ما هنا بقى الشخصيه. اوكي، حضري من الشخصيات اللي ممكن يبقى الحضري لو هو اصل، شوف عشان تبقى مدرب، يعني مدرب حراس مرمى ومميز، لازم تكون حابب القصه دي. يعني خلي بالك كابتن احمد شوبير بدا القصه دي بعد ما بطل تدريب وقعدت معاه اعداد في البيت، وبدا في نادي الصيد بس ما لقاش نفسه فيه. اوكي.
فبعد وبقى لقى نفسه فين؟ في الإعلام. في الإعلام. وأجاد فين؟ في الإعلام كذلك. عصام عنده ثلاث حاجات، إما كتدريب أو الإدارة أو الإعلام، وأنا مخلي الإعلام آخر حاجة والإدارة تاني حاجة. دي لأن هو عنده الشخصية اللي هي، وكان كابتن المنتخب وحضر مدربين كتير، فتقدر دي يا كابتن محمد تساعده في المستقبل في هذا البوزيشن. اوكي، مين تاني من حراس المرمى ممكن تشوف مدرب حراس مرمى كويس قوي يا كابتن بعد ما يبطل؟ ما احنا متفقين ان مش كله. لا مش كله. اوكي، لان اولا الشخصيه بتاعته ايه. اوكي. اتنين، هل هو حابب ولا لا؟ صح صح، دي مهمه جدا. طب مين يا كابتن؟ يعني هيبقى منصف. عبد الواحد السيد ما لا، ما كانش ينفع حاجه زي كده. لا، هو هقول لك ليه. يمكن عبد الواحد يبقى ممكن يبقى مدرب كويس قوي، لانه خلي بالك عنده حته القبول، يعني ممكن يبقى بينه وبين اللي بيدربه في حته الحب. لان عشان توصل للحارس بتاعك لازم تبقى حته الحب موجوده نمره واحد. فدي موجوده عند عبد الواحد السيد. ارجع تاني لمنصف. منصف انا شخصيا من المدربين اللي كنت احب ان يبقى عندي واحد عنده خبرات. ومنصف عنده الخبرات. بس اقول لك بقى مفاجاه لحضرتك، منصف مش عايز مدرب، يبقى يشتغل مدرب حراس مرمى. خلاص ما لا. اقول لك عايز يشتغل ايه؟ كوتش، مدير فني. وارد. يعني ممكن يا كابتن؟ حبيبي انا مسكت منتخب العسكري. هيد كوتش. هيد كوتش. وطلعت الاول على افريقيا. والاول على افريقيا. ما كملتش ليه يا كابتن؟ وطلعت العالم في ايطاليا. وطلعنا الرابع، لاني انا بلاقي نفسي والقدر اللي ربنا ادهولي حراس مرمى. انا يعني اخترت في الجرايد احسن مدير فني في هذه السنه. من المساء والمصور واخر الساعه كانوا بيعملوا مسابقه. تمام. فاهم قصدي ايه؟ فاهم قصدك. انما انا عمري ما فكرت فيها، لاني انا في حته بحبها. انت حابب الحته. طيب عبد المنصف هو معانا على الشاشه كده كابتن، فكره تالقه، يعني اتكلمنا عصام الحضري وده طبعا لازم دائما بندي عصام الحضري حقه، لكن عبد المنصف برضه واحد من الحراس المرمى اللي زي ما بتتكلم خبراته والسن بتاعه مع الاداء اللي بيعمله دي حاجه جميله قوي. فكره انضمامه للمنتخب بقى كابتن اللي احنا بنتكلم عليه اللي الحضري عمله، هل ده ممكن يبقى موجود من اتجاه واحد اللي هو منصف بس اللي هو بيشتغل على نفسه دون ان يبقى في اتجاه تاني او الناحيه التانيه كابتن حسام البدري ان هو نازل بمعدل الاعمار؟ اولا يمكن دي مش موجوده مع منصف. أوكي. لان سواء الكابتن ايمن طاهر او الكابتن حسام لو هو اجاد هيقولوا له اهلا بيك. خلي بالك ان لما الجهاز الفني ايام عصام الحضري اعلن رسميا لا وجود لعصام الحضري معانا، لان بنجهز نفسنا لكاس العالم 18. بس يا كابتن خد هنا ثانيه واحده، بس عايز اقول لك كانت الحرب. مين ايه اللي خلى عصام الحضري يخش رقم واحد؟ وانا بقول لك هو احنا كلنا في المطبخ. لا لا لا، ان الحاله الفنيه للحراس المرمى كانت الى حد ما اكمل لك الحته دي. بس ما انا بقول لك عشان سنه ونص عصام لم يتفق. سنه ونص عصام في وادي دجله مستنيين الفرصه اللي هيجيبها الله. لان الجهاز الفني على لا. وخلي بالك الجهاز الفني يقدر يجيب اي حد من مصر. يعني مش عنده ثلاث حراس هتعور اثنين يبقى لازم اجيب. فاهم قصدي ايه؟ انما اما يبقى عندك حلم لازم يبقى عندك الهدف لتحقيقه لغايه ما ربنا. صح، الحضري كان بيتسحب عايز يبقى ثالث حتى. وده حصل. وكان اتفاقي معاه هنخش منتخب مصر. لو تفتكر كان في مشكله كده ايام اما راح افريقيا كوبر. لا، ايام اما راح افريقيا ولقى نفسه التالت. اوكي، وبعدين كرامي اتعور بقى التاني. انا كلمته بالتليفون وهو في الكاميرا، قلت له يا عصام احنا اتفقنا ان احنا نخش منتخب. احتياطي مش احتياطي، قسما بالله لو عملت مشكله لا ترجع تلاقيني بقول مستر ماجد سامي لنا لعصام الحضري. تمام، هنرجع لعصام الحضري. هو الصراحه تاريخ. عصام اسطوره. انا ليه بعتز بيه؟ لاني في السن ده كان انا كنت بتحايل عليه يا كابتن محمد عشان ياكل تفاحات.
كنت بتحايل عليه الاول إصرار. عشان ما ياكلش اصرار وصلت ان انا بتحايل عليه عشان ما يبقاش فيه بقى ضعف. طيب انا هرجع لعبد المنصف لان برضو لازم اديله حقه يعني عصام ما شاء الله عليه. منصف انا رايي الشخصي كفكر صالح عنده الخبرات اللي مع اي مدرب في المنتخب ياخده هيستفيد من هذه الخبرات بس يكون المستوى بتاعه عالي تمام والظروف تخدم. ليه؟ لان اكيد الكابتن ايمن طاهر ابني بيبقى حاطط منصف في الحسابات ولكن عنده بلان واحد واثنين وثلاثة تمام لغاية ما الظروف تيجي والفرصة تيجي يبقى منصف حيبقى متواجد. وانا متأكد ان الكابتن ايمن طاهر والكابتن حسام من الماتشات اللي بيعملها منصف الايام دي عينيهم. كم موسم يكملوا منصف الكابتن في حسب الاربع والخمس حاجات اللي قلناها التحدي والإرادة والإصرار والعزيمة والالتزام يقدر يكمل. ما عصام كمل لغاية 49 سنة ده عصام كان عايز يكمل لولا ان انا قلت له كفاية عصام. عايز برضو اشيد بالمدربين طبعا لاني مثلا النهاردة في أسامة ابو هاشم ده مدرب مصر لان الناس كلها بتقول ده في مدرب اجنبي مع منصف في دجلة. لا متعين حاليا أسامة ابو هاشم ده ابني من اولادي وحضر دورات كتيرة جدا تمام. عمرو عبد السلام في نادي الزمالك صحيح ينكن اللي موجود في الاهلي كابتن احمد ناجي القدير العظيم في سموحة عصام عبد العظيم في الانتاج. تتكلمي في حتة عايز اتطرق ليها كابتن يوسف طاهر بالمناسبة يوسف طاهر مدرب منتخب 2006 انا منتظر له هيقبل ليه لانه حضر جميع الورش والدورات اللي اتعملت. طيب فكره